مراحل الحوار اللي ربما البعض منكم مشكورين رؤساء الفرق بالخصوص اللي عاشوها معنا في الشهور الأخيرة. كيف كتعلموا بأن الحكومة قدمت شهر يونيو اللي داز عرض شامل اللي يستجب للمطالب ديال الطلبة. هذا العرض قدم مجموعة من الأجوبة الصريحة للتساؤلات التي طرحها الطلبة وأعطى حلول واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها وحدد كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان أجراءات التزامات الحكومة في هذا الشأن. كما تدخلت الفرق البرلمانية في شهر يوليو الماضي معارضة وأغلبية وقامت بعدة مبادرات للوساطة محاولة منها إقناع الطلبة للرجوع إلى كلياتهم وإنقاذ السنة الجامعية. ومن أجل التفاعل الإيجابي مع هذه الوساطة البرلمانية تمت برمجة دورات استثنائية لتمكين الطلبة من استكمال امتحاناتهم ومتابعة دراستهم. دورة 5 شتنبر متعلقة بالفصل الأول ودورة 7 أكتوبر متعلقة بالفصل الثاني. كما أن مؤسسة وسيط المملكة فتحت ملف طلبة كلية الطب والصيدلة في أوائل شهر شتنبر ولا زالت تشتغل عليه حاليا. ومن أجل دعم هذه المبادرة قدمت الوزارة كل الشروحات والتدقيقات المتعلقة بالعرض الحكومي المقترح في يونيو وأبلغت وسيط المملكة بإجابتها حول تساؤلات الطلبة بشأن كل نقاط الملف المطلبي مع تحديد المساطر الإجرائية المتخذة في من طرف الإدارة من أجل تفعيل المقترح الحكومي. لحد الساعة تم تسوية ملف طلبة شعبة الصيدلة كيف تعلمون الذين التحقوا بكلياتهم من أجل متابعة دراستهم. أما بالنسبة لطلبة شعبة الطب فملف التسوية لا زال مفتوحا. هناك 4 نقاط عالقة: مدة التكوين، العقوبات التأديبية، مكاتب الطلبة، برمجة الامتحانات. وأريد أن أذكر أن عدد الطلبة المقاطعون لحدود دورة أكتوبر هي 41%، إذا 60% اللي دخلوا بهذا الحوار اللي وقع منذ شهر 6 إلى اليوم. واليوم كاينين الامتحانات وطلبنا من جميع الطالبات والطلبة يدخلوا جميع الكليات مستعدين. غير اليوم راه كاين عاوتاني طلبة اللي كيدخلوا، كنتمناو هو جميع الشباب ديالنا يرجع للمدرجات ديالو. شكرا. إن الحكومة قامت بمجهودات جبارة في قطاع الصحة. هذه المجهودات كانت بتوجيهات ملكية سامية، حيث كنلاحظوا في قطاع الصحة في السنوات الأخيرة هناك قوانين مؤطرة للعمل ديال الصحة اللي هي قوانين اللي غادي تغيرات النمط ديال التعامل مع هذا القطاع. عندنا المستشفيات الجامعية كتحلف جميع جهات المملكة، عندنا وكالات اللي تحدثت مؤخرا، ولكن كيبقى المشكل الأساسي هو العنصر البشري. العنصر البشري اللي كل مرة كيجي عندنا وزير ديال الصحة هنا في البرلمان كاين المشكل اللي كيطرحوه هو المشكل ديال العامل البشري. لذلك السيد الوزير خاصنا نلقاو حلول واقعية مع الطلبة ونفتحوا بصفة مستمرة. خاصنا نلقاو حلول اللي كانت تطبق على الجدد. مثلا انتم في صناعة الاحتقان صراحة. إذن شكرا سيد الرئيس. في الحقيقة سيد المشكل فنطالب حل، خصوصا أن الملف دابا حاليا ولا موضوع شك. علاش هاد المسألة ديال الناس بغاو يقراو 7 سنين؟ خليهم يقراو 7 سنين. هل خصوصا أن فرحمة بالطبيب الذي دابا الآن أصبح. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هذه القضية ديال
سيد الرئيس سيد الوزير، راه هاد القضيه ديال 60% فاجاتينا بها، لان الامتحان ديال اليوم صافي اللي دخل دخل واللي ما دخل معنا ما باش ف اقل من 5% هذا النهار. وبالتالي سيد الوزير هذه فضيحه حكوميه. أسوأ واطول ازمه ديال كليه الطب هي دي اللي عرفتها اليوم. ما قديتوش كحكومه، اين هو رئيس الحكومه السيد الوزير؟ راه في الديمقراطيات العريقه الى 25000 طالب اللي معرضين لهذا المشكل ما لقيت لهمش الحل، الى 2000 طالب معرض للطرد نهائيا من الكليات، كيفاش كتقولوا لنا لا؟ والنقاط اللي قلتيهم لنا دابا ساهلين السيد الوزير. واش التاريخ ديال هاد السنين ولا 7 سنين ولا حل المكاتب ولا واش هذا مشكل كبير لهذه الدرجه نضحيو ب 25000؟ فين غادي يمشيو؟ هذا دليل على عدم انسجام الحكومه. وهادو ممكن نكاسيتو كاسيتوهم باش يهاجروا يمشيو يقراو في دول اخرين، او لا يمشيو للقطاع الخاص اللي ولا عنده 40% من المقاعد في ظرف 4 سنين ولا 5 سنين، 40 عام والمغرب خدام باش دار هاد المقاعد للطب، جاو القطاع الخاص والان هما كيفتحوا ما عندهمش الميادين ديال التدريب بما في ذلك اوروميد ولا لونيفرسيتي انترناسيونال اللي جايه دير ولاد الناس في قنيطره فين يديروا ميادين التدريب، ولا الشيخ خليفه اللي كيدير مع المراكز الصحيه وما عارفينش كاع الناس، ما كديروا تتبع، ما كديروا لا تقييم ولا حتى شي حاجه. فين باغي تصيفطوا هاد وليدات الناس؟ فين بغيتوا يقراوا؟ وبالتالي السيد الوزير ما عليكم الا تستقلوا الى هذا كليه وحده ما قديتو. كلية الطب راه في الحقيقة راه كتمتد إلى سنة تقريبا، منذ البداية حاولنا كبرلمان التدخل إيجابا لكن واستدعيناكم لكن لم تستجيبوا حتى تفاقم الوضع. لاحقا جئتم إلى البرلمان ثم قمنا بمساعي الوساطة، ولا ننكر أن وقفنا على تفاعل الحكومة مع بعض نقاط من الملف المطلبي، لكن بقات بضع نقاط عالقة أساسا وأهمها 6 أو 7 سنوات للدراسة. لم تستطيعوا أن تبدعوا الحلول لهذا الإشكال، يعني هذا الإشكال اكتفيتم بمحاولة عرض فرض حل وحيد وبشكل عقيم بغض النظر عن شكون الغالط. كذلك في الحقيقة السيد الوزير أن مبدأ عدم رجعية القانون كيفرض تطبيق 6 سنوات على الأفواج التي جاءت بعد إقرار هذا الإصلاح، أي أفواج ما بعد 2023، لأن الأفواج السابقة دخلت وتعاقدت ضمنيا على أساس 7 سنوات. من جهة أخرى السيد الوزير نحن أمام مفارقة، كنشوف مثلا الطلبة ديال الطب ديال القطاع الخصوصي أو ديال الشبه العمومي كيدرسوا كيمارسوا التدريب ديالهم بشكل عادي، ولكن كنكون نطلبوا الحكومه غدا ولا بعد غدا ان غنكونوا امام اطباء للمستقبل بتكوينات متباينه. الان وبغض النظر عمن الى جانبه الحق سيد الوزير، الحكومه دستوريا وسياسيا هي المسؤوله وهي من تتحمل المسؤوليه تدبير الاوضاع. للاسف سيد الوزير، للاسف 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 لحد الساعه ما لمسناش من طرفكم انكم باغين عندكم اراده انكم تحلوا هذا المشكل هذا ديال وليداتنا وليدات المغاربه اللي الان كيعيشوا ازمات نفسيه هي الاولى. حنا كنشوفوا استراتيجيه بلادنا، المستشفيات كيتبناو، بغينا نشجعوا وليداتنا يبقاو في بلادهم ويقراوا في بلادهم ويخدموا في بلادهم، ولكن السيد الوزير راه طولتي بزاف هذا وكنناشدوكم كنعاودوا ناشدوكم كاب، حاول تفتح الحوار وحاول تنازل على بعض المواقف ديالك السيد الوزير، لان هاد 4 ديال النقاط راهو ما ساهلين وما يمكنناش حنا نوقفوا وليداتنا عام شالوا من الحياه ديالهم. فكنتمناو انكم تكونوا اذان صاغيه وشكرا. بغيت نعقب على بعض النواب المحترمون. 2011 2015 2019 المخرجات ديال 2019 سيد النائب المحترم، وانتم سهرتوا عليها ملي كنتوا في الحكومه، وكان اتفاق على 6 سنين. هذه القضيه تاع 6 سنين مبالغ فيها من جميع النواحي، لا بيداغوجيا ولا سياسيا، ولا تنظن بان هذه النقطه ديال 6 سنين راه ما فيهاش شي حاجه اللي تقدر تضر بالجوده ديال التكوين. اولا جميع الدول اللي مجاورانا لا في الشمال بالخصوص
كلهم شاو في التوجه ديال 6 سنين كلهم. اليوم الانجليز راهم تيديروا على 5 سنين الا تبعتوا هادشي اللي دايس. لا ارجوكم السيد الوزير، تصلح لكم ارجوكم. شوف ما نزيدوش على بعضياتنا في هذا الميدان، الله يخليكم. رانا عارف كاين اللي عنده سيد انا سيد كاين اللي عنده غراض في هذا الشيء. انا كنقول لك انا كان اسمح لي لا الى لا ارجوكم ما يمكنش. لا اسمح لي السيد الوزير، لا ارجوكم السيد الوزير تصنت لينا باريحيه وبصبر الله يرضي عليكم، كرموه بالانصات. هذه فرصه الله يخليكم، هذه فرصه. بقى واحد 40% ديال الطالبات والطلبه نعطيهم الفرصه باش يدوزوا الامتحانات ديالهم، واللي نجح يمشي يقرا واللي ما نجحش يعاود العام. ما خصناش ندخلوا في هذا الشيء، خصنا نتعاونوا معاهم، لان راه كاين طلبه وكاين طلبه، كاين طلبه اللي باغيين يدخلوا وما قدروش يدخلوا، خصنا نتعاونوا معاهم. وحنا هذا الشيء كل شيء اللي كيديروا الكليات واللي كيديروا الاساتذه الباحثين مشكورين، كل شيء تيمشي تيصب باش نحاولوا نحلوا هذا المشكل. بغيت نرجع غير للنقاط الاربعه اللي تكلمت لكم عليهم، واللي ربما خصني باش نوضحها. قلنا العقوبات التاديبيه، هادو النقاط اللي مازالين عالقين. كيف ما درنا مع الطلبه ديال الصيدله، كيف ما غادي نديروا مع الطلبه ديال الطب. هاد النقطه كنعتبرها انا متجاوزه، هاد النقطة الأولى قلت لكم الأربعة، ها النقطة الأولى متجاوزة. كيف ما عملنا مع الصيدلة نطبقوا بحال ما اللي قلنا غادي نديروه. مكاتب الطلبة، أنا دابا غادي نشرح لكم، وخليني نشرح لكم على الأقل بعد الرأي العام يفهم النقاط. مكاتب الطلبة اللي كاينة اليوم، المكاتب ديال الطلبة اللي كاينة اليوم كلها غير قانونية. المكاتب اللي كتكون خاصة بالأنشطة الموازية، خاصة بالثقافة، خاصة بالأنشطة الموازية ككل. دونك ما كاين مشكل، قلنا بأن نعطيو 6 شهور وغادي نخليو باش جميع المكاتب يحاولوا يطبقوا القانون مع الكليات ومع الأساتذة الباحثين. ها النقطة الثانية اللي ما فيهاش مشكل. برمجة الامتحانات، راكم شفتوا في وسائل التواصل الاجتماعي ديال المقترح ديال الطلبه، بغيو ينظموا جوج الامتحانات في كل اسدوس. وكتعرفوا الامتحان الا درنا جوج الامتحان 3 شهور. وبالنسبه للتدريب المستشفيات نقصوا فيها باش نديروا عام ديال التدريب في 3 شهور. حتى انا الا قلت لهم اياه انتوما غادي تعاقبوني تقولوا لي لا ما نقبلهاش نهائيا. تداريب ما ينقص منها تنهار. النقطه واللي اكدت الوزاره الوسيط المملكه اللي كيدير المفاوضات، راه مازال كيدير المفاوضات، لان الكليات غادي توفر الظروف الملائمه لتمكين جميع الطلبه من تحصيل تكوينهم في جو بيداغوجي ملائم. راكم شفتوا الاستثمارات الكبيره اللي درنا في المحاكاه واللي درنا في التيليميديسين، اللي غادي تعاون واللي غادي ربما تدخل الاطباء ديالنا في هذا التحول الكبير اللي درنا له. هذا هو علاش درنا هذا الاصلاح، درنا الاصلاح باش ندخلوا الرقمنه، باش ندخلوا الذكاء الاصطناعي، باش ندخلوا المحاكاه، وباش ندخلوا اللغات، وباش ندخلوا هذه المهارات اللي ما كانتش من قبل. هذا هو علاش درناها. مده التكوين، بالله عليكم، وربما راه كاينين اطباء معنا هنا اللي ربما عاشوا هالظرفيه ديال 7 سنين، وكاينين اطباء اللي ربما داروا 6 سنين، كانت 6 سنين من قبل ودزنا ل 7 سنين، واليوم حنا رجعنا ل 6 سنين. وما تقاطعوا سيدي الوزير، ودابا شوف دابا شوف ديال 7 تفضل سيدي الوزير. كان 6 سنين ولات 7 سنين، ودابا غادي ترجع، دابا حنا رجعنا ل 7 سنين. ودرنا اشنو قلنا؟ دابا اللي طلب 7 سنين حنا زدنا واحد، حنا تناقشنا معاهم، تحاورنا معاهم، وقلنا غادي نزيدوا 3 شهور، نقدروا نزيدوا فيها 4 المرات، صافي دير عام. اللي بغى يزيد العام،
ما بقاش مشكل. بغيتي دير 7 سنين غادي دير 7 سنين، بغيتي تسالي في 6 سنين غادي تسالي في 6 سنين. والدكتوراه هي دكتوراه في الطب، ما كاين فيها حتى شي مشكل، ما كاين فيها حتى شي مشكل. علاش باقيين شادين لا لا 6 سنين لا 7 سنين؟ ما بقاش هذا النقاش. هذا النقاش حليناه، قلنا اي طالبه وطالب في كليه الطب اللي بغى يدير يزيد عام على 6 سنين مرحبا يختاروا، كتبناها، ربما راكم شفتوها خارجه عند الوسيط، عطيناها لهم جويه، ما بقاش المشكل في هذه النقطه. وهاد 6 سنين راكم عارفين بان السنه السابعه كان فيها واحد الوقت ميت، باش ما ندخلش في التفاصيل، وربما اللي كانوا اطباء راهم كيعرفوا شنو كيدوز في السنه السابعه، وقت ميت. كاينين طلبه اللي كيديروا تدريب معقوله، وكاين اللي ما تيديرش تدريب اللي خصها تكون في هذاك الجو. شكرا.